السلام عليكم، بشرى قديري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. أولا تنبغي نشكر هذا المنبر ديال تيفلت بريس، لأن هذه الصحافة هي اللي تتلعب واحد الدور باش تخلينا أننا نتواصلوا مع العائلة الشطرنجية الكبيرة. كيف ما شفتوا اليوم كان حفل اختتام ديال البطولة الوطنية الفردية للشطرنج ذكور وإناث، وفاز بها هو البطل مسلة نور الدين والبطلة أحلام مخلوف. وتنهنئهم من هذا المنبر. تنبغي نقول لكم بأن إن شاء الله أعضاء الجامعة بالأعضاء ديالها أعضاء المكتب إحنا عازمين إن شاء الله باش نهضوا بهذه الرياضة الفكرية الذهنية ونعد باش نردوا لها المكانة اللي تتقوم بها. وشكرا.